اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا في شهر شعبان، شهر مليء بالنفحات. وعشان كده النهارده يعني هيبقى في لقاء مع فضيله الدكتور فتحي الحلواني استاذ التفسير، الموضوع القران الكريم وايات واشارات، وهنتكلم عن فضل شهر شعبان وليله النصف، ويعني هذه الفيوضات في هذه الايام كيف يتنسم المسلم وكيف تنعكس في سلوكياته كمكانته في مركز الكون، مركز الإنسانية، كيف يتعاطى مع الإنسانية في تجديد حياته دائما بهذه المواسم المليئة بالبركات. اللهم أمدنا ببركاتك ونفحاتك يا ربنا في هذه الأيام. دي فقرتنا الأولى بعد قراءة العناوين الصحفية. النهاردة دايما بنقرأ هذه العناوين ونحلل بعض الأخبار ونقرأ ما بين السطور في فقرتنا الأولى أو الفقرتنا الافتتاحية لكل مساء في أو كل ليلة في مع الناس. هنروح للفقرة الأخيرة، وهي الفقرة اللي بندخل فيها أروقة المدرسة القرآنية. مرة بنخش مدرسة الإنشاد ومرة بنخش مدرسة التلاوة، والمدرستان أصيلتان بأصالة هذا الصوت المصري الذي انتشر في العالم وأصبح سفير فوق العادة، يرتل في الآذان وينشد هذه الأناشيد والابتهالات بكل ما أوتي من جمال في الصوت وروعة في الأداء. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور محمد فتحي يونس، مدرس الأعلام والكاتب الصحفي. دكتور محمد أهلا بيك، كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب. أيامنا يعني خلاص اقتربنا من رمضان، ودايما احنا دايما أول ما بيقرب رمضان بنستعد له، فنستعد له على كافة المستويات. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير وسلامة. وانت بالصحة والسلامة. خلونا نقرأ العناوين الإخبارية اللي عندنا في اليوم السابع. جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين. وعقب وصوله أبو ظبي، عقد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. العلاقات بين الإمارات ومصر علاقات قوية وعلاقات رائعة وعلاقات صافية ونقية. كيف ترى هذه الزيارة؟ كيف ترى القضايا التي سوف تطرح على طاولة المفاوضات والنقاش وهذه الزيارة التاريخية المهمة؟ إلى جانب العلاقات المصرية الإماراتية، الحقيقة في أكثر من ترتيب إقليمي بيتم الإعداد ليه في بالتزامن مع زيارة السيد الرئيس، منها مثلا الوضع الليبي. يعني الإمارات شهدت خلال الساعات اللي فاتت لقاء ما بين حفتر والسراج، وده في نوع من بحث أو في يعني أوراق عديدة موجودة على طاولة مفاوضات يتم بعد انتهاء هذه المفاوضات. هننظر لي يعني أزعم أن احنا ممكن ننظر للوضع الليبي نظرة مختلفة. فوجود مصر في يعني وجود هذا اللقاء من وجهة نظري سيشمل الوضع الليبي على سبيل المثال. كمان في متغير تاني إقليمي اللي هو وثيقة حماس اللي هي فك ارتباطها بجماعة الإخوان، وهي برضو انطلقت من الخليج. فأنا أظن زيارة الرئيس للخليج في الوقت ده فيها أشياء كتيرة جدا خاصة بالوضع، بإعادة ترتيب الوضع الإقليمي بشكل عام. ولكن أيضا العلاقة المباشرة بين السيد الرئيس وبين الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحريصة دائما على عمق هذه العلاقة مع مصر دائما لها أفاق مختلفة ومتنوعة، كيف ترى هذا التنوع؟ هو في شراكة سياسية واضحة جدا بين يعني، وفي دعم أو بمعنى أصح في دعم سياسي في المرحلة التي تلي 30 يونيو. فالاستقرار استقرار مصر أو ازدهارها بقى مش شيء ثانوي في السياسة الإماراتية. ففي تقارب ما بين على مستوى السياسة الخارجية ما بين مصر وما بين الإمارات، وكمان الإمارات أصبحت شريكا في الوضع الإقليمي أيضا ومؤثر في الوضع الإقليمي، سواء الوضع في اليمن أو الوضع في الخليج بتحدياته مثلا بالورقة الإيرانية أو غيره، أو الوضع في العراق أو حتى الوضع في ليبيا. ف
فالإمارات ومصر بينهم تناغم ما في السياسة الخارجية في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في الإقليم ككل. يعني وأيضا التأكيد على دور مصر الإقليمي والعربي والدولي من خلال هذه الزيارات، من خلال هذا الحرص الدائم على وجود مصر. بالتأكيد، ومصر مش محتاجة إعادة، يعني مصر وزنها معروف طبعاً. لأن هي مصر هي الشقيقة الكبرى، ومصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ومن حيث التاريخ، حتى دولة مش محتاجة إعادة تعريف يعني. ولكن يعني هو الخليج بشكل عام هو امتداد للأمن القومي العربي، يعني إحدى جبهات أو ساحات البوابة الشرقية أو النطاق الاستراتيجي لمصر شرقا. فوجود علاقة مصرية عربية بشكل عام ده شيء من أبجديات السياسة الخارجية المصرية، وبالتحديد مع الخليج ده جزء، أو يعني وبالأخص مع الخليج، فاللي بيحصل ده في إطار هو ده الطبيعي يعني. طبعا الطبيعي اللي احنا بنقول يعني مهما كانت الملفات المطروحة في النقاش وفي الاجتماعات الثنائية، إلا أن كل هذا مغلف ومدفوع بالحب الذي هو بين الأشقاء دائما بالأصالة. تمام، نذهب إلى الوطن. شاومينج بعد تسريبه امتحان اللغة العربية دي أرصد ودن، وجهت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة إلى وزارة التربية والتعليم بعد تسريبه امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة قبل بدء اللجان، وكتبت إدارة الصفحة: الامتحانات اللي بتنزل دي أرصد ودني ليكم. يعني عايز يعني اقف عند بعض التفاصيل في الخبر ده، يا ماذا يعني الكلام اللي يمكن اداره الصفحه دي بتقوله، او مثل هذه الامور كيف يتم تناولها؟ هي عموما مش ممكن، يعني وارد جدا ان تبقاش صفحه واحده، تبقى صفحه يعني صفحات اخرى، لان في شاومينج قبل كده بتاعت الثانويه العامه بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي كانت بتسرب اسئله الثانويه العامه، وبعدين الحكومه قالت او الناس او وزاره التعليم قالوا ان في، خاصه في عهد الوزير السابق يعني اللي هو تم ازاحته اللي هو الهلالي الشربيني، لما قال ان انا في نظام جديد اسمه البوكلت، والبوكلت ده سيقضي على الغش، وهو ده بيتكلم على الثانويه العامه. فكره تسريب انتخابات الامتحانات في مراحل تعليميه ايا كان نوع هذه المراحل، انا برايي ده بيمس هيبه الدوله، وبرضو انا برايي ده تحليل مش معلومه. يعني الإصرار على تسريب الامتحانات ده مش مجرد طالب مشاغب أو مجرد ناس بتتكسب، يعني أظن هذه له أغراض سياسية، فكرة هز هيبة الدولة وإثبات أن مصر أو أن الدولة المصرية غير قادرة على إدارة شيء يعني محوري زي الامتحانات في التعليم، أظن ده شيء مقصود. يعني هنروح للمصري اليوم. الصحة 93 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في أسبوعين ب 162.7 مليون جنيه. أعلنت وزارة الصحة والسكان الأربعاء عن إصدار 93,674 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الأسبوعين الماضيين بتكلفة 162,738,000 جنيه. يعني طبعا فكرة العلاج والنفقة على أو العلاج على نفقة الدولة مهم جدا جدا. معايا الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور خالد أهلا بيك. ألو يا فندم. دكتور خالد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة لحضرتك وفكرة أن أصبح العلاج على نفقة الدولة يعني أكثر سهولة ويسر من الأول؟ والله يا فندم احنا الحقيقة عندنا يعني كل أسبوعين تقريبا بنرصد عدد القرارات من خلال إحصائية بترفع من سيد وكيل وزارة مدير عام مجالس لمعالي الوزير. فعلشان نتأكد من سير عملية القرارات أو استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بيسر على المواطنين. أيوة. فكل أسبوعين بيتم رفع هذه الإحصائية وبيتم النظر فيها وبيتم إعلانها علشان يعني بمقارنة الأعداد ببعض نقدر نعرف إذا كان في تسريع في منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة طبقا لتوجيهات معالي الوزير، أو في أي مشكلة نتداركها ونعالجها. فالأسبوعين دول لما تم رفع القرارات لقينا إن في 93 ألف قرار علاج على نفقة الدولة تم استصدارهم بتكلفة يمكن 162 مليون جنيه. الحقيقة خليني أقول لحضرتك إن ده في كل محافظات الجمهورية،
وان طبقا للتقرير اللي جاء الينا واللي تم التاكد منه فيهم 27000 قرار او 27000 ونص قرار لعلاج مرضى فيروس سي، وده طبعا طبقا لخطه الوزاره للقضاء على المرض نهائيا. وفي عندنا حوالي 60000 قرار لعمليات الجراحه والعظام وامراض النساء والاورام والعيون والبطنه وامراض الدم مختلف العمليات الموجوده. وزي ما قلت لحضرتك ان ده كله في الاخر في اطار حرص الوزاره عشان نخفف العبء شويه عن كاهل المريض ونحميه من يعني قصه ان انا لازم عشان اتعالج اسافر بره. لا، انت تتعالج في بلدك من خلال يا اما قرارات العلاج على نفقه الدوله يا اما التامين الصحي. طبعا احنا كلنا في انتظار تطبيق قانون التامين الصحي الجديد اللي هيخفف كثيرا اكثر من ذلك بكثير الفتره القادمه عن عاهل المواطنين، وهيكون الزامي على جميع المواطنين. ولاي مدى هيبقى يعني هذا القانون الجديد طفره في التامين الصحي اللي هو الشامل اللي هو هيحس به المواطن المصري، مع التاكيد ومع دايما في عمل مستمر على فكره المنظومه طبعا الصحيه في مصر؟ يعني طبعا ما القيمه المضافه الحقيقيه عشان نعرفها من سعادتك دكتور خالد؟ القيمه المضافه كتير، لانه القانون ده مش بس الزامي يعني هيلزم أيوة كل الناس انها تشترك فيه، لا هو كمان تكافلي. تكافلي يعني ايه؟ يعني الغني هيكفل الفقير، او القادر خلينا نقول القادر هيكفل الغير قادر، بمعنى ان انا هحصل اشتراكات من كل المواطنين، ولكن الغير قادر هتتحمله الدوله تماما. النهارده خليني اقول لحضرتك، قادر او غير قادر حقه ان هو يتم استقرار قرار علاج على نفقه الدوله، يتعالج على نفقه الدوله. قادر وغير قادر متساويين ببعض، وبالتالي الغير قادر بيعاني، لكن انا بقول ان انا هجمع اشتراكات من كل الناس عدا الغير قادر. عدا الغير قادر، وبالتالي ده التكافلي ده الجزء التكافلي اللي فيه. ده الجزء التكافلي اللي فيه، ده معنى كلمه تكافلي. والزامي يعني كل المواطنين هيشتركوا فيه. يعني النهارده التامين الصحي بيغطي 48% من الشعب المصري. لا، قانون التامين الصحي الجديد ان شاء الله هيغطي الشعب المصري باكمله. وده الاهم وده المهم جدا جدا جدا. وده المهم وهو في طريقه الى النور، هو دلوقتي بيتراجع في مجلس الدوله من الناحيه التشريعيه، وان شاء الله هيخرج على مجلس الوزراء، ثم هيتم رفعه لمجلس النواب قريبا جدا. هنعلن للساده المواطنين ان هو راح بالفعل مجلس النواب ليتم اقراره ان شاء الله. الدكتور محمد فتحي يونس ربما يكون لديه اي تساؤل. الدكتور خالد، عندي تساؤلين الحقيقه. اول حاجه، امتى القانون سيتم مناقشته او اقراره؟ الجزء الثاني عندي تساؤل بخصوص الخدمه. يعني حضرتك قلت ان الفقير مش هيتاخد منه اشتراك، هيتاخد من الغني بس. طب هل هناك فرق في نوعيه الخدمه المقدمه للاثنين؟ لا يا فندم اطلاقا. هيبقى في الخدمه اللي هتقدم زي ما قلت حضرتك، هم ثلاث هيئات. وانا عندي احد الهيئات الموجوده اسمها هيئه الرقابه والجوده والاعتماد، ودي هيئه تابعه لمجلس الوزراء، وده فرق كبير برضو في القانون ده عن القانون الحالي عن القانون الجديد. ان الهيئات الثلاثه دلوقتي او هم يعني التامين الصحي كله دلوقتي بيتبع لوزير الصحه، وبالتالي انا ما ينفعش اقدم الخدمه وراقب عليها. تمام. القانون الجديد ان شاء الله في هيئه الرقابه والجوده والاعتماد، دي هتبقى تابعه لمجلس الوزراء، وهي دي اللي هتقوم بمراقبه الخدمه. اولا هتقوم باعتماد المستشفيات اللي بتتقدم عشان تدخل تقدم الخدمه، هتعتمد المستشفى دي مطابقه للمعايير والمواصفات ولا زي الجامعات، يعني زي الكليات والجامعات بالظبط، زي الكليات والجامعات. بعد كده المستشفى دخلت هتبدا تراقب الخدمه، ممكن المستشفى دي تشتغل شهر كويسه شهرين كويسه وبعد كده خلاص هي داخل نظام التامين الصحي. لا، كل فتره هيتم تقييم المستشفيات دي عشان اتاكد انها ماشيه على النظام الصحيح. وزي ما قلت حضرتك الهيئه دي هتكون تابعه لمجلس الوزراء. مستوى الخدمه اللي هيقدم لجميع المواطنين هيكونوا سواسيه فيه، هتلقوا الخدمه بطريقه متساويه. ولكن الغير قادر طبقا للكشوف، ودي نسبه محسوبه، غير قادر مش هيتم تحصيل منه اشتراكات، لكن باقي الشعب كله هيتم دفع اشتراك. طبعا الاشتراك ده هيختلف او نسبته هتختلف من راتب كل شخص. طب هل القانون الجديد ده هيكفل مثلا تغيير في اليه العلاج على نفقه الدوله، ولا هتستمر كما هي فكره الاجراءات فكره البريسيدور؟ خليني اقول لحضرتك انه لما يطبق قانون التامين الصحي هيبقى كل الناس بتتعالج على التامين الصحي. لا، يمكن دكتور خالد، يمكن دكتور خالد عفوا، في نقطة مهمة جدا بنخاف منها دايما، فكرة النواحي الإجرائية اللي أحيانا بتاخد منا وقت. المريض يعني في أمس الحاجة للحظة إسعاف أولية ليه، ما يستغرقش منه وقت أو من أهله وقت
بتبقى الامور احيانا بتبقى تاخير العلاج احيانا على حساب او الاجراءات اللي على حساب تعجيل العلاج فيها بعض المشكله احيانا. ما هو ده بقى اللي احنا هنستفيده الجديد. يا ريت، دي نقطه مهمه جدا. يعني كل المستشفيات سواء مستشفيات قطاع حكومي او مستشفيات قطاع خاص او مستشفيات جامعيه اللي هتكون داخل نظام التامين الصحي، المريض هيروح موجود اسم قدرات بمجرد اكيد وجود كارنيه، بمجرد وجود كارنيه موجود معاه بالضبط. يعني النهارده تامين صحي، يعني شفت بعض الحالات تامين صحي عشان يخش معهد ناصر يروح لازم يجيب جواب من محافظته ويختم ده موضوع يعني عشان ياخد الوقت ده كله، المريض هيكون العمليه تطورت معاه او مشكله كبيره حصلت له. فدي هي النقطه، يعني فكره الاجراءات المعطله طبعا معطله مع حضرتك 100% في الكلام حضرتك بتقوله، والاجراءات دي هيتم تلافيها مع النظام الجديد ان شاء الله. يعني ان شاء الله، يعني زي ما الدكتور سال امتى القانون ان شاء الله هينتهي قريب جدا مراجعته تشريعيا في مجلس الدوله، وهيطلع على مجلس النواب على طول هيتناقش ويتم اقراره. يعني اتمنى لو لدى الدكتور خالد مجاهد اي جديد بالنسبه للاخبار للساده المشاهدين، يعني اتمنى انه يسعدني بيها لو كان لديه اخبار جديده. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك دكتور خالد، ودايما بنسعد بوجودك معانا، وانك بترد على طول على التليفون وتقول لنا على او ترد على استفساراتنا. ممكن اي تعليق تحب تعلق؟ يعني بنطمن احنا، الدكتور خالد بيطمنا. بنروح للحياه. فرست درافت مقتل صناعة الخبر والصحافة أمام خياري التجدد أو الموت. الأرجح أنه ليس جديدا القول أن الخبر لم يعد مهنة لصحافة الورق، على رغم أن اسمها كان ذات يوم صناعة الأخبار. لا، لم يعد باستطاعة الخبر النهوض بالصحافة الورقية مهما حاولت، لكن أصواتا كثيرة استنتجت أنه يتوجب على تلك الصحافة إعادة اختراع نفسها. كيف؟ لعل فيرست درافت نيوز تقدم إجابة تأخرت صحف كثيرة في الوصول إليها. هذا الخبر بكل تفاصيله يعني أحيل لك. هو احنا عندنا صناعة الخبر اللي يعني كانت يعني المطبخ في الصحافة هو مطبخ بيصنع الخبر. يعني احنا اعتدنا من ساعة ما اخترعوا الصحافة على أن الخبر هو السلعة الأولى في الصحافة الورقية طبعا، وبناء على هذا الخبر يتم تحقيق السبق وبالتالي تزداد المبيعات، وبناء على هذا الخبر يتم تفسيره في هيئة مقالات وبيتم من خلاله تكوين المصادر. كل ده كان الصحافة صناعة بالكامل وعصور بالكامل أي مع الخبر. هذه الأسس تغيرت الآن. ليه؟ لأن احنا عندنا حاجة اسمها المواطن الصحفي أو السوشيال ميديا أو النيو ميديا أو وسائل الإعلام الجديدة، كل ده من خلالها بيتم بث الأحداث أولا بأول. الفرق إيه ما بين المواطن العادي والمواطن الذي يتلقى مثل هذه الاخبار عبر السوشيال ميديا؟ ازاي يبقى صحفي يعني كيف يعمل، كيف تشارك في صناعه الخبر؟ لا يعني كيف يعمل الصحفيون في صناعه الاخبار في ظل هذه المنافسه اللي الدنيا كلها بتعملها؟ يعني المواطن العادي بقى بيبث خبر بحاجه واحده بس، هي التحقق ان انا اقدر امارس هذه المهنيه وامارس علوم الصحافه واتحقق من الخبر المظبوط. ده اللي بيفرقني عن اي حد في الشارع بيروج لخبر، لان ممكن يكون بيروج لحاجه قديمه او اشاعه او اشاعه او غيره او بيروج لحاجه من مصدر مجهول او من حاجات كتير قوي. ده جانب. الفيرست درافت عمل ايه؟ هو ده ايه؟ ده تجمع بضم 20 وسيله اعلاميه كبيره زي مثلا نيويورك تايم، يعني صحف ووكالات انباء وغيره، يعني زي وكالات الانباء الفرنسيه زي نيويورك تايمز زي غيره. دول عملوا تجمع مهمته التحقق من وسائل من الاخبار في وسائل التواصل الاجتماعي. ده الجانب، فهم في نوع من الضبط هيتم خلال في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق هذا التجمع اللي هو تنقيه وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك وتويتر والحاجات ديت من الاخبار الزائفه عشان ما تبقاش مسرح عبر اليات عديده جدا بقى. لا وشفناها وبنعاني منها كتير بالظبط. هم مهمتهم الفتره اللي جايه هم بيشتغلوا على فكره تنقيه هذا الفضاء الالكتروني من الاخبار الزائفه. فده التحدي الاول اللي هم عملوا التجمع ده، بحيث طب هم هيحاربوا الاخبار الزائفه ازاي؟ كل ما التجمع ده بيكبر بيبقى مصدر للثقه، فبالتالي لما انا افتح تويتر او افتح الفيسبوك عايز اتاكد من الخبر اروح للتجمع ده، لان هو بيبقى مصدر للثقه. لا بقى في النقطه دي هيظهر لي هل ده كذب ام خبر صحيح. بالظبط، لان انا عندي هذه الكيانات الكبرى بتاريخها بمهنيتها بتشرف على تدفق الاخبار داخل وسائل التواصل الاجتماعي او الفيسبوك او تويتر.
تمام. زي دكتور محمد عفوا في النقطه دي بالذات، زي مثلا فكره النهارده الاقي صوره جايبها لي من مكان ما ورايح حاططها على خبر معين عشان يخدم على حاجه معينه تاني بغرض سياسي، بغرض اشاعه فوضى او حاجه زي كده، او اثاره اراء مختلفه. ده الموضوع ده هيتم تنقيته بالشكل ده بالظبط. ما هو جزء من التحقق ده ان انا بقدر اعرف اخد الصوره بقى وارجعها. الصوره بالظبط، الصوره دي هل هي متفبركه، هل هي بتخص ناس تانيه؟ يعني تطوير آليات البحث على الانترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي اقدر اوصل للخبر الصحيح. وكل ما التجمع ده بيكبر، كل ما انا بثق فيه وببص عليه. يعني جوجل مثلا على سبيل المثال، كم حد في العالم بيستخدم جوجل؟ عشان كتير جدا. لما جوجل ما تنشرش غير الاخبار، مليارات دلوقتي، لما جوجل ما تنشرش غير الاخبار المدققه والمحققه، بالتالي نسبه الاخبار اللي بيتم البحث عنها وتكون زائفه هتقل. فده الجزء بتاع محاربه الاخبار الزائفه. الجزء الثاني ان احنا عندنا مشكله بقى في الخبر نفسه. احنا عشان نبقى صحافه ورقيه مش هينفع نتعامل مع الخبر كما كنا نتعامل قديما، ان حاجه بتحصل فبننشرها كما هي، لان خلاص ما بقاش فقدنا عامل السرعه. الحقيقه في بقى حاجات كتيره قوي برضو بنتغلب عليه او يجب ان نستعين بها كي تعيش الصحافه الورقيه، منها صحافه العمق. ان انا اقعد اشتغل على قصه شهرين، عندي فريق العمل ده، فريق العمل ده بيشتغل على قصه شهرين وبنشرها. في الحاله دي محدش هينافسني، المواطن الصحفي العادي ما يقدرش ينافسني. انما وانا بعمل صحافه العمق او بعمل صحافه سرديه مطوله او بعمل فيتشرز او بعمل الحاجات دي كلها، محدش هيقدر ينافسني غير اللي بيعمل زيي وبيعمل قصص اخرى. ايوه، بس ده باختصار يعني. ده هيخلي برضو فكره ان بعض الصحفيين، ودي كانت مشكله يمكن، يعني المشكله دي نبعت من فكره التواصل المستمر مع السوشيال ميديا والكلام ده، ان في بعض الصحفيين اللي برضو في تحدي للصحافه هنا، انه بيعتمدوا برضو على فكره اني اخده من مصدر ربما يكون مجهول، من على الصحافه الالكترونيه او من الفضاء الالكتروني. بالظبط، ما هو التعامل حتى مع المصادر المجهله له اساليب. يعني لازم وانا بتعامل مع المصدر المجهل ممكن الجأ ليه احيانا، لان احيانا بيبقى المصدر اللي بيسرب لي خبر ده على حياته خطوره مثلا. صحيح. فهضطر ان انا اعتمد عليه، بس لازم يقدم لي ما يثبت ان ما يقدمه لي صحيحا. نمره 2، ما ينفعش ان انا ابتدي بيه كده. يعني في بعض حتى التقاليد المهنيه ما بتديش جمله الخبر الاولى او فقره الخبر الاولى بخبر مجهل، ما اقولش قال مصدر مسؤول. طبعا احنا كلنا بنعمل كده يعني. ده موجود للاسف يعني. انت عارف المصدر بس غلط، بتبقى انت عارف المصدر فلك. يعني حتى لو ده بيتم تنفيذه في الصحافه المصريه، فمش معنى ده ان ده صح، ده غلط. ان انا ابتدي بمصدر مجهل وانسب له اخبار مهم. ولكن لما اكون انا عارف المصدر ومش عايز اعلن عنه، ابقى بقول كده وبس، ببقى على يقين المصدر ده هو صاحب الكلام. ممكن اتاكد من المصادر الاخرى يعني. المصدر المجهل ده ممكن يديني معلومه وانا واشتغل على المعلومه دي بقى. دي مهمه الصحافه الحقيقه. خلينا نروح لرويترز. خطاط مصري يسعى لدخول موسوعه جينيس بمصحف طوله 700 متر. قضى خطاط مصري عكف على تعليم نفسه بنفسه بعد أن ترك المدرسة في الصغر 3 سنوات في كتابة ما يأمل أن يكون أكبر مصحف في العالم. نسخ سعد محمد الذي تغطى جدران أو أسقف بيته، تغطي أسقف بيته وجدرانها في بيته في بلقينة في محافظة الغربية بدلتا مصر، الزخارف الإسلامية المرسومة باليد القرآن على لفة ورق طولها 700 متر. طبعا احنا عندنا بعض المصريين دخلوا جينيس. عندنا الفنان التشكيلي طه القرني دخل بلوحه، لوحه المولد او لوحه سوق الجمعه، يعني لوحه المولد تقريبا، وهي بتشوف مظاهر الموالد في مصر بشكل رائع وبديع، ودخل بها موسوعه جينيس على قرابه 32 متر تقريبا، 26 32 متر هذه اللوحه الكبيره لطه القرني، وتحيه ليه طبعا. فده اعتقد ان ده برضو عمل بديع، العمل بتاع الفنان او الاستاذ سعد محمد. الخبر فيه اكتر من زاويه مضيئه الحقيقه. اول حاجه ان هو في تفاصيل الخبر كده، ان هو عامل بيته كده. يعني هو بينسخ هذه بينسخ الايات بالخط العربي. الله. في بيته. الله. يعني حضرتك شفت حتى الجدران اهي واضحه. فده احنا بنفتقد. احنا دايما بيوتنا حتى الريف المصري بيوت ليست جميله، يعني لو قارنته باي صحيح. ريف حتى عربي صحيح. مش ما لهاش طراز على الاقل. العماره في مصر حتى مشوهه، يعني العماره القديمه في مصر هي العماره الجيده حتى. فكرة النسق يبقى في ترائي، يعني في طراز للمعمار، سواء بقى نمط اسلامي، سواء نمط القاهره الخديويه، سواء يبقى في، بس البيوت تبقى شكل بعض. في نسق معماري اللي هو بيسميه الدكتور خالد عزف في كتابه الشهير فقه العمران.
بالظبط. واكتر من حد اشتغل على فكره طبعًا. العماره والثقافه كمان يعني. فاعاده احياء هذا النمط الاسلامي او الخط او الثقافه العربيه او العماره العربيه في قلب الريف المصري ده شيء الحقيقه لافت للنظر وشيء بديع. الجزء الثاني ان الراجل ده الحقيقه هو فنان فطري. يعني هو مكتوب. يعني فنان فطري؟ فنان فطري يعني ما اتعلمش في مدارس. يعني ما اتعلمش النسب، ما اتعلمش المساحات، ما اتعلمش الخطوط ازاي. الملكه والموهبه حكمت بقى. فما يخرج فنان فطري من قلب الريف من وسط الله. الدلتا بهذا الجمال ده شيء بديع للغايه يعني. فكره الهويه اللي نبعه اللي بتسكن طبعًا. العمران، فقه العمران، فكره النسق المعماري، فكره الجماليات البنايه. لما بتمشي مثلا في القاهره الخديويه شوف البنايه او جماليات البنايه اللي بتشوف القاهره وعماره المماليك القاهره الفاطميه لسه راح بالظبط. القاهره الفاطميه، القاهره المملوكيه، كل هذه حتى هم غزوا العالم بمثل هذه التحف. يعني احنا عندنا قصر الحمراء مثلا في غرناطه، يعني ده تحفه اسلاميه موجوده الى الان بكل هذا الجمال. فاحنا تراثنا كويس وعندنا تراث معماري رائع. فاستيراد المعمار انا ما عنديش مشكله ان احنا نستورد معمار بس يبقى شكل بعضه طبعا، مش جايبين حاجه من هنا من عنب اليمن وبلح الشام يعني. يعني فكره العشوائيه في البناء دي اضرت بالجماليات النظره للعين في اطار ما تراه. يعني انت لما بتشوف البارون امباني والمصري الجديده، لما بالزبط. تشوف النسق المعماري في وسط البلد القاهره الخديويه، يعني جماليات رائعه. على فكره الناس بتبقى ماشيه في وسط البلد ماشيه بتبص في اطار النظره الافقيه، بس لو راحت في ناس كده بيحبوا مصر ربما يعني مش مصريين في وسط يصوروا بس بمقطع راسي كده للبنايه. شوف في وسط حتى القاهره الخديويه احنا عندنا مبنى مثلا دار القضاء العالي، ده تراث اسلامي، ده مهندس مصري اللي صممه بالظبط. اظن اسمه محمد اسماعيل او محمد كمال اسماعيل حاجه كده، لم تكن ذكر. انا فاكر الاسم الثاني اسماعيل. محمد كمال اسماعيل، ايوه. فمبنى الدار القضاء العالي وجنبيه مبنى الشهر العقاري، هم ده تراث اسلامي. ده بيجاور القاهره الخديويه بترزها الاوروبيه. فاحنا ده لا يقل ابداعا وجمالا عن مثل عن جيرانه من المباني. طب انت روح منطقه الحسين وشوف الازهر وجامعه الازهر القديمه ومشيخه الازهر والمشهد الحسيني، نسق متناسق، انسجام في البنايه. هو دي فكره الانسجام، فكره الرؤيه الحلوه اللي بترتاح ليها العين لما تشوف مش عماره او برج وبعديه بيت صغير وبعد كده ده لون وده لون وده شكل وده شكل. استلهام النسق. يعني احنا مثلا لو شفنا مسجد السلطان حسن سبيل المثال وجنبيه مسجد الرفاعي، مسجد الرفاعي مسجد حديث ما بقالوش 100 سنه يعني او اقل، وشوف مسجد السلطان حسن بقاله قد ايه. وهذا لا يقل روعه عن ده. صح. ففكره استلهام العماره احنا عندنا تراثنا ممكن نبني عليه حاجات جميله جدا يعني. فانا بحييه جدا واثمن جهوده يعني. يعني الكلام عن العماره كلام جميل ورائع، وانا شايف الدكتور محمد فتحي يونس يعني استهواه الحديث عن العماره واتكلم بشكل جميل ورائع، وجاب برضه كل ما يجيب سيره بنايه يحرضني اكتر اني اتكلم عنها. السلطان حسن ده الهرم الرابع، البنايه الصوفي. يعني اللي عايز يعرف يعني ايه بناء صوفي، بنايه السلطان حسن، يعني الروح روح التصوف التي كست هذا المبنى ونمط البنايه فيه اللي معمول على جدران وليس على اعمده داخل السلطان حسن، وخاصه هذا الصحن الذي يطلعك على النور الذي ياتي من السماء ليكسو الارض. خلينا نروح للخبر اللي في البي بي سي. مريض بريطاني يتوفى بعد 54 عاما قضاها في المستشفى. توفي جندي بريطاني سابق تعتبر فتره مرضه الاطول في بريطانيا بعد قضائه أكثر أو ربما 54 عاما في نفس المستشفى. وقد نقل جيمس موريس إلى مستشفى مصابا بكسر في ساقه عام 1962، ولكنه لم يعد قط إلى بيته بعد إصابته بسكتة قلبية في غرفة العمليات. وبعد العملية ظل في غيبوبة فنقل إلى مستشفى ويستر موفات في إيردي بنورث لانكشاير. يعني في اطار يعني 1962 ولم يعد الى بيته، طبعا من الاخبار الغريبه جدا الاخبار الغريبه. والحقيقه هو شخصيه روائيه يعني، هو جديره بالتوثيق الروائي ان هذا الرجل طوال هذه الرحله 54 سنه بيتكلم فيهم ثلاث كلمات، خيل وحانه وبيت. يعني في تفاصيل خبر بيتقال كده بيقول الثلاث كلمات دول بس، وبعدين اهله يتوصلوا لاشاره او لغه يتواصلوا بيها معاه. يعني هو كان عنده درجه ما من الوعي. فازاي على مدى 54 سنه يتواصل هذا الرجل مع أهله؟ الجزء الثالث
يعني تفتكر الراجل ده مثلا اتغير عليه كام طقم طبي؟ طب وهل وايه اللي منعه يطلع من 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 المستشفى؟ هل هو كان قاعد على اجهزه زي بيقول اجهزه التنفس؟ واضح ان كان في غيبوبه. كان في غيبوبه يعني غيبوبه سابوه الفتره دي كلها. واضح ان كان في غيبوبه بس في قدر من الوعي ما يعني اهله بيقولوا كده او الخبر بيقول كده. فالحقيقه في عوالم كتير قوي ممكن تتكتب على الراجل ده. ازاي هو ازاي اهله كان عندهم امل ان يقوم وازاي يتواصلوا معاه وازاي يبقى عنده قدره على التعلم وازاي يتكلم 3-4 كلمات؟ في حاجات قصه جذابه جدا يعني قصه يعني ممكن تحول الى عمل سينمائي بشكل ما يعني تخيل مثلا عمل روائي. كم طبيب كشف على الراجل ده طوال 4 سنين؟ لا ده كم طبيب مات او كم طبيب مات كم اطقم ماتت يعني من 1962 لحد هذه اللحظه اللي هو غادر فيها الحياه. وماذا دار في مخه اثناء الغيبوبه؟ لا في تفاصيل كتير قوي ممكن تتكتب. اسئله كتيره يعني اصحاب الخيال الخصب جدا ممكن ينسجوا عليها الكثير من الحكايات او القصص او حتى الاشتباك مع السينما. بشكر الدكتور محمد فتحي يونس الكاتب الصحفي ومدرس الاعلام، سعيد بيك وسعيد بيك بهذه التحليلات والخروج احيانا عن اطار الخبر الطبيعي الى مناقشه بعض الملامح الثقافيه التي تمس هذه الهويه المليئه والمتخمه والمكتنزه بهذه المعارف والحضاره. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا دايما. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، جاءنا الموعد الجميل ولنتحلق حول فضيلة الدكتور فتحي الحلواني استاذ التفسير الموضوع القرآن الكريم وآيات وإشارات، الإشارات التي تحملها هذه الأيام المليئة بالنفحات والمليئة بالبركات. طب ازاي ما دام في فرصة ذهبية جولد تشانس احنا قدامها دلوقتي، ازاي نستغلها؟ ازاي ننتهزها؟ نحن على مشارف ليلة النصف ولكن في أيام شعبان، كل يوم بخطوة، خطوة في الطريق، خطوة في الاقتراب. يعني ومن أحب اشتاق ومن اشتاق وصل والمحب مشتاق ولو كان موصولا. نعم. مش كده ولا يا دكتور؟ نعم سيدي. أهلا بيك في الأول. أهلاً وكل سنة وحضرتك طيب. على السلامة. يعني احنا مشتاقين طبعا، مشتاقين لرمضان بس احنا ماشيين في ايه؟ في طريق الشوق. نعم. الشوق بالقاف. نعم. في الطريق ده نعمل ايه في شعبان عشان نتهيأ ليلة النصف ومن ثم حتى يبلغنا ربنا رمضان؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها نقول الحمد لله الذي طوى ما بين العبد وربه بدعوة. ايه هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوني أستجب لكم، ثم جعل الإجابة مع الدعوة لا يفرق بينهما فارق. تقول لي ازاي؟ اقول لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله، ما قالش استجيب. لا. ثم استجيب. لا استجب. وانما جعل استجب في جواب الامر. صحيح. ولذلك قال بعضهم فصرت انا الداعي ومعي الاجابة. فلا بين الإجابة والدعوة من فارق أبدا. ثم الصلاة والسلام على من جعله معراج الإجابة صلى الله وسلم وبارك عليه بدءا وختاما، وعلى آله وأصحابه وأحبابه الرضا والتسليم. السيد حسن، معي اليوم 3 محاور. المحاور الثلاثة دول هما اللي أسأل الله أن يطوي لي معك من الوقت ما يأخذ كل محور عافيته إن شاء الله. المحور الأولاني إيه؟ دعاء. والمحور الثاني إيه؟ عطاء. والمحور الثالث إيه؟ نداء. يبقى دعاء وعطاء ونداء. ونداء. طيب. اللي هتروحه بيعرج منهم قضيته عندك يشكوك الى رب. لا ان شاء الله هنشمل الثلاث محاور وربنا يبارك في الوقت وندخل على طول في الموضوع الدعاء. ايوه. الدعاء ده اوله ايه؟ اوله ان الحق تبارك وتعالى جعله مخ العباد.
بمعنى ان جعلوا وسام الكمال، لان اوسمة الكمال كثيرة. اوسمة جمع وسام، مثلا وسام النبوة، مثلا وسام الرسالة، مثلا وسام الرحمة. اين اعظم وسام واين اكبر وسام؟ وسام العبودية. فأوحى إلى عبده إيه؟ ما أوحى، هذه العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. هذه العبودية اللي هي أعلى وسام يصل إليه الإنسان أن يكون عبدا لله. البساط بتاعه إيه؟ السلم اللي بيوصلك إيه؟ الطريق إيه؟ وسيلتك إيه؟ وسيلتك إيه؟ آليتك إيه؟ قال له ايه؟ الدعاء. الله، الدعاء ده للدرجه دي؟ نعم، الدعاء ده ملازم للانسان في ايه وايه؟ في الحركه، في السكون، في الحال. قال لا، يبقى سكونك دعاء، حركتك دعاء، احوالك كلها دعاء. هاتلي شيء انت هتفعله او بتفعله، خليك معاي، ليس فيه دعاء. ده حتى تدخل الحمام بتقول اعوذ بك من الخبث والايه والخبائث، ده حتى وانت هتنام، ده حتى وانت هتقوم، ده حتى وانت هتاكل، ده حتى وانت هتشرب. ولذلك هنا ادخل بك على القرآن الكريم، الاقي لك ايه؟ كلمة رب بس جت 56 مرة. رب بس، رب ريه به به، اه جت ايه 56 ايه مرة مرة. والامثلة ايه؟ موجودة كتير، موجودة. لو فتحنا في الامثلة مش هنخلص. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، كفاية مدخل صدق دي. اه واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. 56 رب. طيب وايه رب؟ وتحط على ربنا 71 مره. 71 ايه؟ مره مره، يبقى ليه 56 وربنا ايه؟ 71. تعالى كمان، اللهم مره للمؤمنين ومره للايه؟ للكافرين. الكافرين برضه قالوا قل اللهم امطر، خلاص هنا ايه؟ قل اللهم قالوا اللهم الله، يبقى هنا مره وهنا ايه؟ مره. كلمه دعاء، ادعو، يدعو، يعني القران كله قضيته كلها الايه؟ الدعاء، الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم. نعم. طيب يبقى معناه دي ايه بقى؟ معناه دي الصلاه معناها لغه الايه؟ الدعاء، الدعاء. طب الفاتحه اساسها ايه؟ نصين، علمنا كيف نثني عليه بنطقنا الذي هو منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه؟ اهدنا. ثم جعل الايه؟ الدعاء بقى في النص الثاني ايه؟ اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. وألا صلاة الا ايه؟ الا بها. الفاتحة. ايه الكلام ده بقى؟ يبقى معنى كده ايه؟ ان حياة الانسان وسكون الانسان كله ايه؟ دعاء. طيب اللي دعاءه يقل، خلي بالك من دي وخلي بالك معايا يا سيدي المشاهد، اقول له الاول شوف، الذنب ذنبان، ذنب عن كبر لا يرجى ابدا الخروج منه ولا ان يقبل الله توبتك. طب يعني ايه الذنب عن كبر؟ يعني يتكبر، يعني ايه عن كبر؟ قضيه ابليس كانت ايه؟ الكبر. انا خير ايه؟ منه. خلقتني من نار وخلقته ايه؟ من طين. من طين. البني ادم اللي يقل دعاءه، اللي يقل نداءه على الله جل وعز، والشيطان يخش له من باب هل سيدفع الدعاء القضاء؟ يقول له كده، ده من باب الطاعة، يدخلوا من باب الطاعة. باب الطاعة. هل سيدفع؟ لا، الحديث واضح، الدعاء والقضاء
يعتلجان بين السماء والأرض فيرد الدعاء القضاء. يعني القضاء نازل والدعاء طالع. يوم شابط فيه إيه؟ غلبوا على طول. يبقى أنت بتكبر ليه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وقمة العبادة إيه؟ سيدخلون جهنم داخرين. حلو. يبقى ده بقى ذنب نشأ عن إيه؟ عن كبر. تمام؟ هذا الذنب اللي يشوف نفسه أنه هو الذي ملك الروح وملك العلم وملك المعرفة وملك وملك وملك، وأن الناس جميعا أمامه إنما هم عباد دونه، ده نشأ عن إيه؟ الذنب ده عن إيه؟ عن كبر. الله أكبر، هو أنت ما تعرفش إنما الأعمال بخواتمها وفي لمحة تقع الصلحة؟ طب حصل له دي وتحصل لعلمه وتحصل لكبار، هذا ذنب عن كبر لا يرجى البرء منه ولا العفو عنه. وهل ذلت فيها أقدام؟ ذلت أقدام لا حصر ولا حد ولا عد. طيب في ذنب تاني بقى عن إيه؟ عن شهوة. زي أو معنى ركبت في الإنسان. خلاص ربنا قال عليه إيه؟ وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفة. خلاص هذه الشهوة تغلبه فيذكر الحق فيتوب ويقلع عن الشهوة، يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. شفت بقى اللي عن شهوة غير اللي عن كبر، غير اللي عن كبر واللي عن معصية. انتبهوا، من كبر الإنسان أن ينام عن الدعاء. إني لأسأل ربي حتى ملح عجيني. السيد إبراهيم الدسوقي يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، قال ومن منا ليس بفقير، قالوا له لا في أغنية، قال لا فقير حاجة إلى الله. كلنا ملك، أم محتاج؟ محتاج جهاز هضمي يشتغل، تنفسي يشتغل. يبقى من ملك إن لم تكن عبد هتعمل رب؟ مستحيل. ما هو لا أنت عبد لا أنت رب، وما يجتمعش عبد في إيه؟ في رب. عشان كده جعل الدعاء إيه؟ ربي إني أسكنت من ذريتي كل الأد. طب ليه الرب في لغة الدعاء ربي وربنا؟ لأن رب الله الجميل الكريم الكذي، لأن كلمة رب صالحة لكل أسماء الإيه؟ الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها. إذن مفيش أبدا خروج عن الدعاء. الأنبياء نفسهم في الدعاء بنت مقامتهم. سيدنا نوح الرب لا تضع الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة. سيدنا الخليل قال له إن تعذبهم. سيدنا عيسى سيدنا موسى هو قال له إيه؟ قال له بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت أنت على كما نفسك. أثنيت على نفسك. ولذلك في الليلة إياه اللي من أجلها إحنا بنعد الناس الآن، لأن كمال الإمداد بعظيم الاستعداد. أيوة. وبعد كده الإيجاد، وبعد كده يجي الإيجاد. ليلة النص بقى لما هي دخلت. طب ناخدها بالترتيب كده. نعم. كمال الإمداد. الإيجاد. كمال الإمداد. أيوة. بعظيم الاستعداد لوجود الإيجاد لنيل الإسعاد. ده تراتبية، حاجة تراكم كده. يعني ايه؟ حاجة بتسلم ايه؟ حاجة هي طلعت من حجرتها ام السيدة عائشة. كطبع النساء اللائي فطرنا ايه؟ عليه. هو راح فين؟ لربما ذهب الى احدى ايه؟ صواحباتي، فوجدته في بقيع الايه؟ الفرقد في الليلة دي، الغرقد بيعمل ايه؟ ساجد. وكان منها مكان. قلت له انت في حاجة ربك في الليلة دي يا مسلمين، وأنا في حاجة الدنيا. ثم أعطته أذنها فسمعت الدعاء، أعوذ بمعافاتك من عقابك وبرضاك من سخطك وبك منك لا جل وجهك لا أحصي ثناء عليك. أنت سمعتيهم؟ قالت له سمعتهم. قال لها جاءني جبريل فقال لي هذه ليلة النصف من شعبان لله فيها
عتقاء من النار بعدد شعر غنم بني كلب. ثم ذكر الفئات المحرومة من هذه الايه الليلة العطاء ده. وده تهمنا بقى، احنا عايزين نخش على العطاء بقى. خلاص ما هنخش على العطاء. خلاص ما انا خلاص ما خايف عشان المحاور ما تضيعش. لا سمعتيهم علمهن علمني اياها جبريل فعلميهن يا عائشة. إذن يا مختلفين يا من طبعكم الاختلاف، يا مشاحنين، نقوم الليلة أو لا نقوم الليلة، نصوم أو لا نصوم، ما احتفلنا في مسجد ومش وقته. الأمة لن تصل إلى هدفها ولا إلى أملها بعد كشف كل أمورها وبعد ما تكالبت عليها الكلاب واللئام إلا بالدعاء. فلا تحرمون ليلة النصف من دعاء. وأوصيكم بأن تتركوا مصالحكم الشخصية وأموركم ومآربكم التي لكم إلى مآرب الأمة. وعندما تدركون هذه الأمة بالدعوة لها فقد أدركتم إيه؟ أنفسكم. لأن الفرق اليوم بين الأمة والفرد مفيش. إن قامت قمت وإن نامت نمت، لأني الآن أحارب في أعز ما أملك وهو وطني، فأنا الوطن والوطن أنا. فلتكن ليلة النصف بعيدة عن قضايا الاختلاف وبعيدة عن قضايا كذا وكذا إلى أن تدخلنا الرجاء في هذه الليلة. فقوموا ليلها وصوموا نهارها من أجل مصركم الغالية. طيب لو أني الكلام عن الدعاء كلام يعني رائع وجميل وفي يعني يمكن فضلت الدكتور فتحي قبل ما أخش على العطاء كلمة واحدة، هل أني لما ألزم الدعاء أو دايما أدعو بالدعاء المأثور عن سيدنا النبي وأنا داخل الخلاء وأنا آكل وأنا داخل البيت بتتحول العادة إلى عبادة؟ بس خلي بالك بثلاثة كنت هنساه، هم لأن هم ركزة الدعاء. هم بقى قلب حاضر واحد، ونفس صافية اتنين، ووجدان مستشرف. أيوة تقال أول قلب حاضر، ما ادعيش بقى وانا قلبي لاهي خالص واقول دعاء هيوصل. لان الدعاء اساسه من الايه؟ من القلب. طيب ونفس ايه؟ مش مغبشه، صافيه، وعنت الوجوه الحي القيوم، وقد خاب من حمل ايه؟ ظلمه. ثم مواجيد تستشرف اعالي وعنان السماء، يعني احاسيس. عند ما تحقق التلاته دول فليس بيني وبين الإجابة إلا إنهاء الكلمة أو رفع الحاجب. لله رجال لو رفعوا الحواجب لقضيت الحوائج. لأنه يعني يدعوني بلسانه وقلبه مجهول عني بغنمه. فكرة نعم. سيدنا المسيح لما الرجل الذي يشتكي أنه لا يستجب له. دعاء الخفية. إذ نادى ربه سيدنا زكريا مثلا، او سيدنا الخليل ابراهيم في دعواته. طب معايا اتصال تليفوني من ام عبد الرحمن من القاهره. ام عبد الرحمن اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ، ربنا يخليك ويكرمك بالبرامج كلها اللي بتقدمها. الله يخليك، ربنا يسعدك، احنا مع حضرتك في كل حاجه. الله يبارك فيك. معلش انا ليا ثلاث اسئله، فهل ممكن ولا في هذا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه؟ في الاطار اللي احنا بنتكلم. اشكرك، اتفضلي فندم. يعني مش هطلع بره. اول حاجه في ليله النص من شعبان وحضراتكم فضيله الشيخ بتقول انه بترفع الاعمال لله سبحانه وتعالى. طب لو انا معلش بس استحملوني على قد يعني. اتفضلي انا دلوقتي في اختلاف بيني وبين سين من الناس. ايوه. بس انا بذلت جهد كبير عشان يعني احاول اصلح لمده سنتين وما قدرتش. يعني هي رفضت رفض تام انها تتكلم معايا. طب انا الاعمال بترفع، انا ذنبي ايه؟ اها دي نمره واحد. نمره اتنين، يعني سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. طيب في بيقولوا يقال، بس انا ارجو ان فضيله الشيخ يستحملني في الكلام اللي انا هقول.
ربنا سبحانه وتعالى يعني سيدنا إبراهيم بيقول ربنا تقبل منا. طب أنا أعرف إزاي أن عملي متقبل؟ حاضر. يعني أعرف إزاي أن أنا لو صليت عملي متقبل؟ أعرف إزاي أن أنا صدقت عملي متقبل؟ يعني أفضل في خوف كده. طب أنا ابني لما بيضايقني أنا بيجي بيغضبني وبيجي رد. حاضر يا أم عبد الرحمن، بشكرك شكرا جزيلا. يعني هنطلع لفاصل ونرجع نجيب على هذا السؤال، وأمامنا محوران، محور العطاء والنداء. نرجع لكم بعد قليل، خليكم معنا دايما. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، ودايما بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وكل طاعة نتقرب بها، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة. دكتور فتحي، طب السيد يا أم عبد الرحمن، الأمر بين أي إنسان وإنسان يتقدم إلى الطرف الآخر بطلب السماح والآخر لا يقبل، وضعت الأمر في ملعبه، خلاص انتهى الأمر. فلا عليك، فقد أنهى الله الأمر وعملك مرفوع إلى الله مبرأ. هذه الأولانية. ثم الثانية يا ست أم عبد الرحمن، إن الله أمرنا بالدعاء وأن نظن به خيرا. أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظن خيرا فخير، فاعملي وظن الخير في ربك وظن القبول وتأكدي من القبول. الله من ظن بقى، شوف الكلام الأجمل بقى، تأكدي من القبول تفضل. طيب نروح بقى للعطاء. أيوة العطاء، يعني العطاء بقى. العطاء النهاردة مهم جدا. ليه؟ عطاء الليلة دي قبلة. تقول لي لا بقى وريني، اقول لك القبلة دي مرت بمرحلتين، والتشريع مر بمرحلتين. تشريع مؤقت، لا اصلا اعوز الايام دي الكلام ده، وتشريع ثابت. طب امتى كان المؤقت وامتى كان الثابت؟ المؤقت 17 شهر وثلاث ايام ناحيه بيت المقدس. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم توجه اليه باجتهاده. ليه؟ علشان يقول انا مع اخواتي الانبياء والمرسلين، لان كلهم متجهين الى ايه؟ الى المسجد الايه؟ الاقصى. اليهود، ثم كان شويه النصارى بينعرفهم جهه المشرق، لكن الكل على الايه؟ على الجهه دي. فشارك مين وهو في طريقه لابوه؟ خلي بالك من دي. الاولاني الاخوه، واللي جاي هناك ايه؟ الثابت الايه؟ الاب. عارف الاخوه مين؟ موسى وعيسى وغيره وغيره وغيره. اما الاب هناك فين؟ سيدنا ابراهيم. الله يكرمك. فشارك اخوانه ليقول لأتباعه إلى يوم الدين أنا عالمي الكلمة. لا يا سفهاء، لا يا كفار، لا يا منافقين، لا يا بعض أهل الكتاب من اليهود، حسبهم. أنا لما رحت هنا لأستميل قلوبكم إلى كلمة سواء. وبعدين؟ فلا يتحدث علي أحد ولا يقول ما ولاهم. ولأقول للعالم أجمع إن الأديان إنما هي دين واحد، وهو إسلام الوجه إلى الله. فلما يختلف الأتباع؟ ولما تتقاذف الأديان؟ ولما تظن دونك دينك خيرا من ديني؟ والله قال قل تعالوا إلى كلمة إيه؟ سواء. تمام. فصلى ليستميل وليحقق، ثم لكن له هوى ولا هواه في الله. هذا الهوى هو الذي جعله يقلب ايه؟ وجهه. وقال تقليب الوجه هو الدعاء. ولذلك انا قلت لك ايه؟ حضور القلب.
فإذا حضر القلب وتشرف اللسان بأن ترجم حضور القلب على اللسان فذاك كان فعل رسول الله، ولكن أدب رسول الله كان يحرك قلبه ويمسك لسانه حسب مقامه تأدبا مع مولاه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها فولي وجهك. ولذلك البراء بن معرور لما كان مع أصحابه وبيصلوا زي ما بيصلي النبي ناحية الأقصى، البراء خالف، فقام صلى على الايه على 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 بيت إبراهيم الكعبة، وبعدين اشتكوا أصحابه يا رسول الله البراء عمل كذا، قال له تعال براء انت ليه ما صليتش كده، قال له يا رسول الله إن قال له اصبر على قبلتنا التي نحن عليها وصلي عليها حتى يأتي أمر الله. ولذلك يا سيد حسن قبلة النصارى بهواهم، قبلة اليهود بهواهم، أما قبلتنا التي نحن عليها بأمر الله أينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. إذا معنى كده إيه؟ ولذلك نداء قال له فلنولينك قبلة ترضاها أدي واحد، ثم نادى بالمؤمنين الله أكبر، أن خاطبه وخاطبنا نحن المؤمنين بأن هذا أمر. طب ليه أمر؟ ليه القبلة أمر؟ عايزين نعرفها بقى، لأن القبلة الأولانية اللي صلى عليه كان لسه التشريع ما إيه؟ لم يثبت، فكان يشاركهم. ثم لما جه بقى الوضع مؤقت، أيوه لما جه لأن التشريع مربوط بالقبلة، فلما جه التشريع الثابت وتوجه إلى بيت الله الحرام تنوا بقى التشريع ثابت ثابت، لعندي ما في البيت الحرام اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بإيه؟ بإبلة. طب الإبلة دي تخلي سني وشيعي؟ عرفت بقى أنها الوحدة الجامعة، زي ميلاد سيدنا الحسين يجمع السنة المحبين لأهل البيت والشيعة، أربعة شعبان لا خلاف خلاص. أما الوفاة هم عشرة المصريين يحتفلوا هنا في آخر ربيع تاني، ولكن الذي لا خلاف عليه ميلاد الحسين سيدنا الحسين، لأنه ثابت بالإيه؟ بالسنة، فجمع الشيعة وإيه؟ وسنة في هذا الأمر. إذا معنى كده أن قال له على إبلتنا، قال له في قبلة لنا وقبلة لكم، إنها قبلة واحدة، قال له خلاص بقى يبقى دم على قبلتنا لا خلاف، يبقى ليه القبلة بقى مع أن في آيات أخرى قال ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. إذن يا عرب يا مسلمين يا أصحاب الأديان يا كل العالم الحر، لا بد من قبلة تجمع الجميع. تقول لي يا مولانا انت الذي تحدد لي قبلة تجمع الناس جميعا، اقول من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. تنفعش دي يا سيد حسن؟ قبلة تجمعنا كلنا شرقا وغربا شمالا وجنوبا أديانا وبيئات وقبليات ونزعات. نعم يعني نجتمع على هذا المفهوم، هدف على هذا الهدف إيه؟ ان احنا نحافظ على هذه الإنسانية على بنيان الرب، على بنيان الرب خلاص، يبقى ده هدف الايه الجميع. ادي قبلة، ادي معنى القبلة. معنى القبلة اولا التوجه الى الله في كل الأحوال، صلة ولا مش صلة؟ صلة. وعلى كل الجهات صلة ولا مش صلة؟ صلة. طب ليه عمل قبلة وجعل قدامها إمام واحد وجعلنا صفوف كلنا أسلمنا وجهنا إلى الله، وليه جعلها من الأربع جهات في الكعبة ومن كل منطقة على جهاتها؟ إيه ده؟ إيه الأمر ده؟ الأمر ده معناه إيه؟ مل أي دولة ليس لها قبلة تجمع أحزابها فهي منهارة، ليس لها قبلة تجمع مؤسساتها فهي منهارة،
تقول لي ايه الكلام ده مولان؟ اقول لك ليست القبلة في رمزها الا توجه بدني الى مكان، ولكن اهم من ذلك ان الله في آية اخرى قال ايه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم في آية اخرى على النفوس نفسه، معناها قول معاي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ادي واحدة. ايوة. وبعدين قال فنلونك قبلة ايه؟ ترضاها. آه. وبعدين في وسابقوا. هفتكرها لك حالا. معناها ايه؟ معناها ان اصلا القبلة باختلاف الخصائص والنفوس، وقبل حضرتك، ولكن اهم حاجة تسابقوا وسابقوا. اذا معنى كده ان احنا مطالبين بان بتختلف خصائصنا، بتختلف نفوسنا، بتختلف احوالنا، بتختلف امورنا، ولكن لابد ان تكون لنا ايه؟ قبلة. وقبل حضرتك، اذا الامور ديت اكبر من كده، ان حتى النفوس حتى الخصائص بنختلف في جميع ايه؟ احوالنا، ولكن سارعوا خلاص او وسابقوا. اذا معنى كده يا مولانا، معنى كده يا مولانا ان لابد من اهمية القبلة، لان القبلة هي الاساس. طب ايه كمان للقبلة؟ ليه هو صلى الله عليه وسلم لما اهتم بالقبلة اهتم ليه؟ وليه في الاول ما بصش على قبلة مكة؟ لان فيها اصنام. ومحيطة بها اصنام. زي ايه؟ زي ما تكون ساعة محيطة بالايه؟ باليد. فما بصش ايه عليه، وبص على بيت المقدس، لان بيت المقدس فاضي. لعند ما الكعبة تخلو من الايه؟ من الشرك. لازم برضو ناخد بالنا من الايه؟ من المعنى ده. طب واهم من كده وكده، ان القبلة في حياتنا هي الاساس وهي الجامعة. لما عمل القبلة بقى رب العباد وجاب آيات القبلة، جعلها ايه؟ فتنة. جعلها ايه؟ فتنة. لمين؟ للسفهاء. اذا هي فتنة وهي جمع وهي توحد وهي توحيد لنا وانهاء لكل خلافنا. هو ده كل معنى للعطاء في هذه الليلة. طيب انطلق الى النداء، يعني الدعاء. طب مش الدعاء ده، مش دعاء ده نداء؟ ايه الفرق بين النداء اللي في الاخر ده في المحور الثالث عن الدعاء اللي هو نداء لله سبحانه وتعالى؟ الآية اللي هي فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. الحمد لله جت. خلاص. يعني معناها كل واحد له وجهة وموليها، فاستبقوا الخيرات. الخيرات. يعني خصائص الناس لا قبل، احوال الناس لا قبل، بس اهم حاجة ايه؟ استبقوا الخيرات. الاستباق في الخير. يعني النهاردة يجي الرئيس ينادي ويحنن اللي معاهم على اللي معاهمش، ادي فاستبقوا الخيرات عشان نطلع من الايه؟ من الازمة، بحيث ما ينامش حد جعان. عشان كده ربنا جه عن الخيرات قال ايه؟ فاستبقوا الخيرات. يبقى هي دي القبلة الجامعة المانعة، ان نتسابق الى الخيرات كل على قدره، لان في زمان اذا ارملنا جمعنا طعامنا في إناء واحد ثم فرقنا الطعام بالسوي. الحمد لله جد. خلاص ما غيبها رب العباد. طيب تعال بقى على الايه؟ النداء. المحور الاخير. المحور الاخير بقى. المحور الاخير ده يا مولانا هو اهم حاجة عندي النهاردة، اللي هو ايه؟ يا وسطيين. يا ايه؟ يا وسطيين. لانه قال في ايات القبلة ايه؟ ايه اللي جاب الوسطية؟ ما هنروح لنجعلكم شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ أمة وسطا. طب يا عم اشرح لي وسطا دي. لتكونوا شهداء على الناس. لا استنى الاول. حاضر. اشرح لي وسطا دي. وسطا دي يعني خيار عدول. حضرتك وسطي؟ تقول لي والله انا راجل باخد بتقير الشيء اللي ما يتعبش، وبتخيره على اساس من الايه؟ على اساس من العدل. ايه اللي خلاك ايه يا سيدنا سميته وسطي؟
اقول لك لان اصلا الوسطية دي ايه؟ بين تفريط وافراط. حلو. التفريط ايه؟ زيادة عن المطلوب. طيب. طب الافراط؟ نقص عن المطلوب. والزيادة النقصان. والزيادة والنقصان هما اللي بيبقوا الطرفين. فانا باجي على ايه؟ وسط. هذه الوسطية لو قال وسط كان 50 و50، لكن قال وسط زي بتاع العقد 49 و51. فتحها ايه؟ شوية عشان مش هتيجي بالايه؟ بالظبط. هذه الأمة وسطية بين الجمود والجحود، بين اليمين واليسار، في التوحيد بين لا إله وإلا الله، الله الله، في الأقوال، في الأفعال، في الحركات، في السكنات. إذن أمة قبلتها الايه؟ الوسطية. يبقى كل من وقف في هذه القبلة إماما ماله؟ لابد أن يكون وسطي الفكر. يبقى ما عندناش لا تفريط ولا إفراط. يبقى النهاردة احنا بننادي على الأمة كلها، نداء ايه؟ الوسطيين يا ناس، العدل. كل ما زاد أو نقص ليس من الإسلام ولا يتهم أتباعه أبدا. يبقى هذه القضية، وهذه ليلة النص في حياتك انت الشخصية، بلاش تروح للأمة كلها. عندك حتى مرتين، الوسطية بينهم ايه؟ عندك عيلين، عندك في عملك، في مدرستك، في كل أمور حياتك، أين وسطيتك يا من اتهمت بالإرهاب كذبا، ويا من اتهمت بالتفريط كذبا وبالإفراط كذبا؟ بشكر الأستاذ دكتور فتحي الحلواني، أستاذ تفسير الموضوع القرآن الكريم. كل سنة وحدك طيب. وانت طيب. وشملنا الدعاء والعطاء والنداء. والنداء، وما أجمل أن تلزم الدعاء دائما في كل حياتك لكي تتحول هذه العادات في عبادتك، في دخولك إلى بيتك، في خروجك منه، في دخولك إلى الخلاء، في وجودك في أي مكان قبل الأكل وبعد الأكل، إلى عبادات تجني من ورائها كل ثواب. فاصل نرجع لكم تاني، خليكم معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ودايما بنقول العنوان بتاع فقرتنا دعوة لأن نسمع وأن نستمتع. واسمحوا لي أرحب بالقارئ الشاب شيخ أحمد محمد الفرحاتي. شيخ أحمد أهلا بيك. يعني بكل السمت وبكل ما فيه وما لديه، يحفظ القرآن الكريم، لديه الصوت، طبعا هو حلقة متصلة بمن سبق من القراء الكبار، جيل الوسط، الجيل الأوائل، جيل المؤسسين لمدرسة التلاوة المصرية. شيخ أحمد جميل، يعني في لحظة بتقف مع نفسك وتقول يا سلام، يعني أنا بشكر جدا، أو بتشكر ربنا في الأول بعدين تشكر كل من ساعدك في أن تحفظ القرآن الكريم. الحمد لله. لأن العلاقة بالقرآن، ولا سيما أنك تمتلك صوت وأنك تقرأ على الناس، علاقة فريدة من نوعها. اوصف لي ملامح العلاقة دي من البداية وحتى اللحظة اللي احنا فيها. بسم الله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا موضوع القرآن الكريم معايا مش موضوع شغل واكل عيش بس، هو ده في الاساس عن حب. يعني يعني انا محاسب معايا بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، بس انا بحب القرآن، وطبعا يبقى افضل لما يكون اكل عيش ويبقى عبادة لله سبحانه وتعالى في نفس الوقت. فدي بتبقى حاجة كويسة وحاجة حلوة يعني. طيب الحمد لله. خليني قبل ما ادخل في تفاصيل تانية، عشان أنا دايما بحس إن السادة المشاهدين، وأنا مع السادة المشاهدين، يعني بحب أسمع كتير جدا جدا، وجميل إن احنا بنستمع وسميع في نفس الوقت. خليني نسمع منك في الأول كده، وتختارنا بعض الآيات الكريمات ونسمع في الأول ونشوف الصوت، وبعد كده نتكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك
ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شيخ أحمد يعني صوته جاهز يعني بسم الله ما شاء الله برضو متأثر بجيل الوسط يعني هو أقرب إلى شيخ الشحات يعني هو يعني متأثر بشكل كبير وإن كان وأنا الشيخ الشحات رحمة الله عليه قدر فعلا يكون موجة مهمة جدا في بحر المدرسة القرآنية المصرية اللي تأثر به جيل كبير من الشباب دلوقتي بلاقي ناس كتير منهم الشيخ الليسي الشيخ الشحات الشيخ سيد متولي يعني الشيخ شبيب الجيل الوسط الرائع الجميل ده إزاي تأثرت بالشيخ الشحات؟ طبعا اولا الشيخ شحات نغم بتاعه سهل واسلوبه جميل جدا في القراءه الناس بتحب اداؤه
وكتير من المشايخ الشباب متأثرين بيه متأثرين بيه كتير يعني. وأولاده طبعا اللي موجودين طبعاً في الساحة بسم الله ما شاء الله هم الأساس طبعا. الشيخ محمود الشحات والشيخ أنور الشحات هم طبعا أساس المدرسة الشحاتية طبعا بعد والدهم رحمة الله عليه. أما طبعا سيد الشيخ سيد متولي بتلاقي برضو ناس قليلة اللي بتقلده بتقلد مدرسة الشيخ سيد متولي لأنه على فكرة الشيخ سيد متولي كان أسلوب لوحده كده حقيقي. الشيخ سيد متولي وانتهج لنفسه أسلوب لوحده حتى قبل ما يخش الإذاعة المصرية لما كان بيظهر بالطربوش قبل العمامة. بس خلينا أروح للنغم بقى. أنت قلت النغم ونشوف بديت بياتي وبعدين دخلت بقى نوعت شوية ورجعت بياتي تاني. قلت لنا يعني النغم أو إزاي وظفت المقامات في القراءة أو التلاوة اللي انت قلتها دلوقتي. بالنسبة للمقامات يعني أنا بحبش أتكلم كتير عن المقامات يعني عشان يبقاش فيها شيء من الحرمانية. لا أبدا، مين اللي قالك حرمانية؟ احنا بنتكلم بنوظف المقام الموسيقي دون أن يطغى على الحكم. الحكم هو الأساس. تمام. الحكم هو الأساس والقرآن هو الأساس يعني. طبعًا. أنا أقرأ القرآن طبعًا. بروح واقرا القران بتدبر فنلاقي طبعا اوتوماتيكي على طول بتلاقي الايه يكون فيها عذاب، بتلاقي نفسك دخلت على مقام الصبا لوحدك. طالما قريت القران بتعايش وقريت القران بروح على طول تلاقي نفسك دخلت على مقام الصبا في ايه العذاب، دخلت على مثلا مقام السيكا في ايه الفرح ايه الجنه. دي ما دام استخدمتها وفق يعني التوظيف السليم دون ان يعني تجور على الحكم صح. خلاص انت زي ما المقرئين الكبار زي الشيخ رفعت الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ عبد الفتاح الشيخ في ناس بتدي المقامات اكتر من حدها. لا مش عايزين كده، احنا عايزين تطبيق نغمات على الايات القرآن. لا ابدا ابدا لا طبعاً. احنا عايزين زي ما تعلمنا من مشايخنا الكبار في المدرسه المصريه صح. الاصيله. عايزين نرجع نقرا ونسمع ترتيل. ترتيل ايوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا اتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. شيخ احمد انت بديت بياتي خدت شويه نهواند في النص قلت استنيت انا بقى الرصد ما لمسني فيه ورحت راجع تاني من ليه ما استمرتش شويه في الرصد؟
والله يعني يعني انا متلقي كمتلقي وكمستمع وكسميع واقف يعني خاشع معاك وانا بصلي وراك يا سلام مشتاق لاني يعني ده فكره الشوق فكره ان انا عايز استمتع بهذه القراءه لكي ادخل في جلال الخشوع بمعنى شوف بقى توظيف المقام ازاي انا مستني منك رصد ليه ما قريتش من الرصد انا بقول لحضرتك او لمست تلميسه خفيفه كده ورحت غادرت الرصد سريعا ما بحبش ارتبط يعني انا حسب ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليا بقول جميل. مش بحب ان انا مثلا لازم هوند ورا رصد لازم رصد ورا سيكا لا حسب ما ربنا بيفتح بقول تمام. بشتغل ولا ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليا بيه بقوله يعني مش بحب ارتبط بالظبط لازم تجبت طبعا لا انا بسال بسال سيكا. جميل من اقتنعت بكلامك انا كده دلوقتي ما تقلقش يعني جميل ان نعرف احنا بنسمع ازاي احنا بنسمع القرآن وعشاق لسماع القرآن الكريم ده العالم كله بيعشق سماع القرآن الكريم من الأصوات المصرية اللي عملت مدرسة بينتسب إليها القاصي والداني خليني أقول يعني دايما بتحافظ على فكرة أني بفهمك لما تقرأ وده مهم جدا هل بيقرأ الشباب أو الشباب الذين حافظوا القرآن الكريم ليقرأوا القرآن بأصواتهم هل بيحافظوا على فكرة قراءة التفسير ده مهم جدا في حياة القارئ طبعا المفروض يبقى القارئ عنده دراية بالتفسير وبأحكام بتفسير الآيات طبعا لأن طبعا هو لو فهم أيوة. وقرأ بتدبر دي نقطة مهمة وفاهم جدا اللي بيقوله أيوة. هيقدر يوصل لأن في وقف وابتداء في آيات القرآن الكريم فممكن اصلا هو لو مش دارس تفسير ممكن يقرا يقف عند وقفه مش مظبوط لو فاهم ودارس التفسير هو اولا طالما فاهم هيوصل للمستمع وده مهم اللي هو فاهمه وطبعا بس لكي يعني يشعر بانه يشرح للمتلقي صحيح. عايز ارجع برضو احنا في سؤال سالناه في اول الحلقه بنقول في لحظه من اللحظات وانت كده واقف قدام نفسك في لحظه بتقول يا سلام اللي حفظ القرآن الكريم ده يعني عايز أبوس إيده وأبوس راسه وأقول له يا أخي ربنا يعني يفتح عليك أو ربنا يرحمك مين اللي ساعدك في البداية في حفظ القرآن الكريم؟ بسم الله في البداية طبعا أول بداية حفظي من وأنا صغير أيام اللوح بقى الخشب وألف بيه أكملت من بداية ألف بيه لحد ما ختمت القرآن الكريم على سيدنا ومولانا وتاج رأسي فضيلة شيخنا الشيخ شحات سيد علام رحمه الله ورحمة واسعة الله يرحمه وجعل ما علمه للقرآن الكريم من أجيال في ميزان حسناته طبعا هو علم أجيال أجيال كتير جدا يعتبر هو الشيخ القرية عندنا قرية سندوة ده سندوة منها الشيخ محمد فريد السنديوني ولا من سنديون لا من سنديون من سنديون قلوبية في نفس المحافظة لكن نفس المحافظة الشيخ محمد فريد السنديوني من قراء مصر الكبار الذي سجل اسمه في هذه الصفوف الأولى في قراء القرآن في مصر حتى كانت لفت عمامة كده شكلها حلو لو يعني شفناها هنستمتع حتى بطريقة الأداء وبطريقة لفت العمامة بتاعته تمام طبعا حفظ الكتاتيب بيبقى فيه طبعا قصور في بعض الاحكام يعني حفظ الكتاتيب دائما بيبقى فيه طبعا دراسه احكام لا يعني بيبقى فيه القراءه بالاحكام لكن في طبعا بيبقى فيه قصور في بعض الاحكام فبعدها ده الشيخ عندنا من قريه اسمه الشيخ عبد الفتاح سلام هو كفيف اعطاه الله الصحه والعافيه وبركه في عمره دلني على شيخ اسمه الشيخ امين واكد في قريه جنبنا اسمها قريه كفر الشوبك الشيخ امين واكد طبعا استاذ قراءات كبير فدرست عليه دول الاحكام وخدت معاه اجازه عاصم ايوه وراياي حفص وشعبه اجازه عاصم بقى فطبعا من هنا اتعلمت الاحكام صح ومخارج الحروف الشيخ امين وكت بدات معاه دراسه القراءات يعني عندي دراسه القراءات هنطلع فاصل ونرجع عشان نكمل قصه كل قارئ او شباب قراء القران الكريم كيف كانت هذه المسيره المضيئه المسيره المليئه بكلام ومحطات مهمة جدا جدا تحفز الشباب الصغير أو النشء الصغير أنهم يحفظوا القرآن الكريم لأن من هنا تبدأ الحياة بكل ما فيها من خلال هذا الحفظ الجيد للقرآن الكريم ونفهم الحياة بشكل مهم جدا فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا اهلا بكم اعزائي المشاهدين وبرحب بالشيخ احمد الفرحاتي طبعا هنكمل المشوار والمحطات المهمه مع حفظ القران الكريم والاسماء اللي يا الله يرحم الذي رحل
ويعني بارك الله في عمر من على قيد الحياة ممن علموك القرآن وحفظوك القرآن الكريم. بس خلينا نرجع نسمع منك تاني، لأن هو الأصل في اللقاء ده احنا نسمع ونستمتع. فضل بارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. شيخ أحمد استدعى
في القراءة اللي أراها الشيخ مصطفى إسماعيل. يعني أرى أن هوند اللي بيقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل بهذا الجمال والروعة والأداء ومع الحفاظ الكامل على أحكام التلاوة، صح ولا لا؟ تمام. طيب خليني أشوف برضو، أنت برضو تأثرت مش بجيل الوسط بقى، لا بالجيل الأول، بالرعيل الأول لمدرسة التلاوة المصرية، إلى أي مدى تأثرت برضو بالشيخ مصطفى إسماعيل؟ طبعا الجيل الأول هم الأساس، يعني تواجد عندهم في تلاواتهم الإخلاص وطبعا المحافظة على الأحكام. ما كانش عندهم طبعا دراسات مقامات أو حاجات زي كده، لكن هم تلاواتهم كانت مليئة بالمقامات وبالنغم وبالإخلاص. أصحاب فطرة يعني فطرة، يعني مش عايز برضو كلمة أصحاب فطرة يبقى اللي بعد، لا كل المقرئين اللي انتسبوا للمدرسة المصرية مقرئين يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، فربنا سبحانه وتعالى يعني هم أخلصهم في تلاواتهم، فربنا سبحانه وتعالى جعلهم فوق كل يعني الجيل القديم، الشيخ الحصري والشيخ البنا والشيخ المنشاوي والشيخ عباسط أقطاب وأعلام إلى أن تقوم الساعة. فيعني عاوز أقول اللي بيخلص لله سبحانه وتعالى في قرايته طبعا طبعا، وبيحافظ على الإخلاص هو الأساس، على قد ما يقدر الإخلاص هو الأساس، على قد ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى بيوصل صوته بيوصل تلاواته لكل الناس ولكل العالم. أرجع بقى للمحطات بقى بتاعتك بعد بديت بعد ما خدت حفص عن طريق تمام عاصم عن طريق حفص. طب دلوقتي احنا بعد كده ايه اللي حصل؟ طبعا لما كملت مع الشيخ امين وكت خدت اجازه عاصم ورايي حفص وشعبه، بدات معاه مشوار القراءات، بدات معاه طبعا في الشاطبيه بس ما كملتش طبعا، جت ظروف الجيش وبعدها كملت تاني، جت ظروف الزواج. فطبعا في معانا شيخ المقرأة في بلدتنا سندوة اسمه الشيخ محمد الدرع بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه، هو شيخ مقرأتنا، هو تلميذ من تلاميذ الشيخ امين واكد. فانا اكملت معاه مشوار القراءات واوشكت على الانتهاء، يعني فاضل لي حاجه بس ان شاء الله واخلص العشر الصغرى من طريق الشاطبيه والدره. طب يعني برضو في كده هدف قدام شباب المقرئين دايما او قدام القراء بعد ما ربنا بيهبهم هذا الصوت وبعد حفظ القران الكريم والقراءات القراءات المتنوعه والمختلفه في القران الكريم بالروايات المتواتره. طيب الاذاعه على مقربه يعني مسافتها قد ايه قدام عينك؟ والله انا قدمت يعني قدمت مره بس ما وفقتش، واحد يعني مقدم تاني وربنا سبحانه وتعالى يوفق ان شاء الله. يعني لازم هي قدام عينينا، بس هي يعتبر هي اساس يعني الشهره، وهي يعتبر هي اي قارئ بيحلم بموضوع الاذاعه، يعني اي قارئ شاب بيحلم ان هو يبقى قارئ في الاذاعه، يعني دي حلم بيراود كل قراء الشباب. طبعا طبعا فاحنا طبعا بنسعى، حلم جميل لكل قارئ لانه من الاذاعه المصريه يعني صوته هيوصل لكل الدنيا كلها. صح، والاذاعه المصريه معروفه طبعا. يعني بجماليات الميكروفون بتاعها اللي بيوصل او وصل من خلالها المقرئين الكبار. طبعا بنقول مش الميكروفون هو الاساس، لا الاخلاص هو الاساس دائما، والموهبه والملكه وكتير اشياء بتبقى مهمه جدا في حياه القارئ في بداياته. عايزين نرجع ونسمع ونستمتع مره ثانيه. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بشكر القارئ الشاب الشيخ أحمد الفرحاتي اللي إن شاء الله أتمنى أن احنا نسمع صوته عبر أثير الإذاعة المصرية، هذا الصوت وهذا الأداء وهذا التنوع في القراءة والجمال في أنه متأثر بالقامات الدولة دولة التلاوة المصرية وأن يخرج في النهاية بأسلوبه الخاص. بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله أسعد ونسعد دائما بأصوات نقدمها على شاشة الناس نسمعها مستقبلا عبر أثير الإذاعة المصرية. تصبحوا على ألف خير.